الرحيم كلمة حرائر ثورة 14 من فبراير في المسيرة النسوية في عاصمة الصمود ستر الأبية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وفرج الله عن ولينا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أخواتي الكريمات أمهات الشهداء والجرحى والأسرى والمطاردين، السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. إذ تستمر مسيرتنا وثورتنا بزخم متجدد وعزم متواصل وتمسك أكبر بحق تقرير مصيرنا وبما جاء في ميثاق اللؤلؤ، نخص اليوم فعاليتنا لقادة عظام ضحوا بسنين من أعمارهم لأجلنا ولأجل أرضنا وحريتنا. لم يهنوا من التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له، ولم تضعفهم الإهانات التي وجهت لهم ولمذهبهم، ولا القمع التعسفي الذي تمارسه عليهم السلطات من وضعهم في السجن الانفرادي وحرمانهم من الزيارات العائلية والاتصالات، ولا حتى منعهم من العلاج مع ما يعانونه من أمراض إما كانوا مصابين بها قبل اعتقالهم وتفاقمت بسبب عدم العلاج، إما هي نتيجة التعذيب الذي لاقوه بالسجن كما يحصل مع الأستاذ حسن المشيمع. سير يا مشيمع كل الشعب وياك، سير يا مشيمع كل الشعب وياك، سير يا مشيمع كل الشعب وياك. الأستاذ حسن المشيمع الذي تزداد حالته الصحية سوءا مع مخاوف حقيقية من انتشار مرض السرطان أكثر، ما يشكل خطرا كبيرا على حياته. ومع هذا فإن آل خليفة يمنعون عنه أقل حق له كمعتقل، وهو العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة حالته. كبيرا على حياته، ومع هذا فإن آل خليفة يمنعون عنه حق العلاج. قادة العزة أخواتي الكريمات، قادة العزة تعني أنهم قادة لنا نحو العزة والكرامة. نستلهم من صبرهم دروسا في الصبر، ونتعلم منهم مواجهة العدو، وإن حاول خنقنا فلن يخمد صوتنا. وهنا لا بد أن نستذكر شهيدين قضيا في السجن تحت التعذيب الذي لا يوصف بأي كلمة في قاموس الإنسانية، ومع هذا سطرا بجهادهما ونضالهما أعظم قصة في تاريخ مواجهة العدو والتمسك بالحق، وهما الشهيدين السيد محمد باقر الصدر وأخته الشهيدة بنت الهدى، التي آلت على نفسها إلا أن تستشهد ما دون قضيتها، غير متنازلة عن حقها، بل فضلت أن تموت على أن ترضخ للظالم. فالسلام عليها وعلى أخيها حين ارتفعا شهيدين، والعار لقاتلهما المقبور صدام الذي ستكون نهايته نهاية كل حاكم ظالم بإذن الله. من هنا نحن حرائر ستر الأبية نعاهد كل المعتقلين والمعتقلات أننا لن نساهم، أننا لن ننساهم كما لم ينسونا، وسنستمر بنضالنا حتى تحريرهم من السجن وتحرير أرضنا من الاحتلال السعودي. ولن نتوقف عن الثورة حتى نأخذ بثأر كل شهيد ويعود كل مهاجر إلى الوطن، وحتى نرى بأم أعيننا نهاية حمد وحكمه. فليسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد، يعجب حمد، يعجب حمد، يعجب حمد. فلنا بالسيدة الزهراء وابنتها السيدة زينب عليهما السلام القدوة الحسنة، وبالشهيدة السعيدة بنت الهدى منارة نحتذي بها
بها. نشكركن يا أخواتي على حضوركن المشرف ومشاركتكن، ويكفينا فخرا بأنكن تلبين النداء بكل إصرار وعزيمة. أخواتكن حرائر ثورة 14 من فبراير، فليعلو الهتاف: يسقط حمد! يسقط!